أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج الحدث الإيراني، والبداية مع أهم الأخبار الإيرانية في أسبوع. في أخبارنا، إيران تحذر دول الجوار من أي تغييرات حدودية. قال قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد باكبور إن بلاده لن تقبل أي تغيير في حدود الدول المجاورة لها. جاء ذلك بالتزامن مع انطلاق مناورات عسكرية على الحدود مع أذربيجان. وأعرب الرئيس الأذربيجاني إلهام عليف عن اندهاشه من توقيت المناورات الإيرانية الحدودية. في أخبارنا أيضا، اندلاع حريق في مركز أبحاث تابع للحرس الثوري في طهران. ذكرت وسائل إعلام رسمية أن حريقا اندلع في مركز أبحاث تابع للحرس الثوري الإيراني في غرب طهران، وأدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح مختلفة. خامنئي يرد على تهديدات تل أبيب ويستبعد التصعيد العسكري ضد بلاده. استبعد المرشد الأوراني علي خامنئي إمكانية تعرض بلاده لهجوم عسكري من قبل قوى دولية. جاء ذلك بعد أيام من تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي باستهداف المواقع النووية الإيرانية لمنعها من تطوير أسلحة نووية. وقال رحيم صفوي المستشار العسكري للمرشد الإيراني إن القوات المسلحة الإيرانية في أفضل حالاتها، ولن تستطيع أي قوة مهاجمة إيران. طائرات أو غارات تستهدف حلفاء إيران في دير الزور. قصفت طائرات مجهولة قواعد عسكرية لفصائل مسلحة مقربة من إيران في محافظة دير الزور شرقي سوريا. وقالت مصادر عسكرية وسكان من المنطقة إن الضربات وقعت جنوب بلدة الميادين على نهر الفرات، التي أصبحت قاعدة كبيرة لعدد من الفصائل المسلحة ومعظمها من العراق منذ طرد مقاتلي تنظيم الدولة قبل 4 أعوام تقريبا. جهود أمريكية لإقناع الصين بخفض وارداتها النفطية من إيران. أكد مسؤولون أمريكيون وأوروبيون أن الولايات المتحدة تواصلت دبلوماسيا مع الصين من أجل إقناعها بخفض مشترياتها من النفط الخام الإيراني. ويعتقد المسؤولون أن استمرار الشركات الصينية بشراء النفط من طهران ساعد إيران على الصمود في مواجهة العقوبات الأمريكية. وكان مسؤول أوروبي صرح أن الصين تحمي إيران، مشيرا إلى أن من القضايا الرئيسية بالنسبة للغرب هي حجم النفط الذي تشتريه بكين من طهران. لمناقشة هذا الموضوع والوقوف على تفاصيله، أرحب بضيفي السيد فادي السيد، رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والاستراتيجية من طهران. أهلا بك سيد فادي معنا. برأيك، هل ستستجيب الصين لضغوطات الولايات المتحدة لإيقاف مشترياتها النفطية من طهران؟ في البداية تحية طيبة لك وللمشاهدين الكرام. أولاً، الولايات المتحدة الأمريكية لا يحق لها أن تمارس الضغوط على الصين لمنعها من استيراد النفط الإيراني. ليش؟ لأنه الولايات المتحدة الأمريكية هي تدعم وتحمي الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة. فعندما غدة سرطانية موجودة في فلسطين المحتلة ومزروعة ضد إرادة الشعوب العربية والإسلامية، لا يحق لها أن تتحدث عن الصين بأنها تدعم مثل الجمهورية الإسلامية في إيران، نظام له حقه في الحياة وشعب له حقه في الحياة، وأيضا يعمل ويكافح من أجل مواجهة الغطرسة الأمريكية التي تمارس على مدى 40 عام. ثالثا، اليوم عندما نتحدث عن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة وبشكل خاص باتجاه الجمهورية الإسلامية في إيران، أين الحق الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الشعب الإيراني؟ حتى موضوع الحليب وموضوع الأدوية وموضوع المعدات الطبية تمنعها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل وصولها إلى الجمهورية الإسلامية. طيب. نعم، يعني سيد فادي برأيك، نعم، ما هي خيارات الولايات المتحدة في حال رفضت الصين التراجع عن شراء النفط من قبل إيران، في ظل حديث الولايات المتحدة أن هناك تواصل دبلوماسي مع الصين حول ذلك؟
لم أسمع السؤال جيدا. ما هي خيارات واشنطن في حال رفضت الصين إيقاف مشترياتها النفطية من قبل إيران برأيك؟ والتصريحات الأمريكية أكدت أن هناك تواصل دبلوماسي ما بين الولايات المتحدة وبكين حول هذا الموضوع. أولا بالنسبة إلى الصين، هناك مشكلة كبرى بين الصين وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. ثانيا خاصة بموضوع الاقتصاد أو التجارة العالمية. ثانيا عندما نتحدث عن العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ما اليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي أن تحاول في شتى السبل أن ترطب العلاقات بين الصين وما بين بين الولايات المتحدة بعدما وصلت إلى أقصى إلى توتر غير مسبوق بين الدولتين، خاصة في ظل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ثالثا الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تريد اليوم أن تضغط على الصين من أجل أن تعمل وتمنع الصين من الاستفادة من النفط الإيراني لكي تذهب إلى دول هي تدعمها ليستفيد الصين من هذا النفط، لكن الصين ترفض هذا الموضوع لأن الأسعار التي تأخذ من الجمهورية الإسلامية في إيران لا يمكن أن تحصل عليه من أي دولة أخرى. رابعا الولايات المتحدة الأمريكية لا تمتلك اليوم سوى الضغط الدبلوماسي، والرئيس الأمريكي والكثير من المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية لوحوا بعقوبات جديدة على إيران وعلى الصين. هل يمكن لهذه العقوبات أن تجدي نفعا؟ أنا أقول لك وباعتقادي القاصر بأن الولايات المتحدة الأمريكية على مدى 40 عام فرضت عقوبات جائرة على الشعب الإيراني، لكن بنهاية المطاف جلست بعد التي واللتي والصبر الإيراني الغير المسبوق والكبير جدا والنوعي، أجبر الولايات المتحدة الأمريكية على الجلوس على طاولة حوار مع الجمهورية الإسلامية واعترافها بحق الشعب الإيراني بامتلاك القوى السلمي. لذلك اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها نعم. طيب برأيك سيد فادي، إلى أي مدى حقيقة يعني الصين ساعدت إيران على الصمود طيلة الفترة أو السنوات الماضية رغم العقوبات؟ وهذه تصريحات أيضا من قبل دبلوماسيين أوروبيين. نعم، إلى أي مدى فعليا الصين ساعدت إيران على الصمود خلال سنوات العقاب بشراء النفط الإيراني؟ أولا ليس الصين فحسب، إنما هناك الكثير من التي تشتري إلى الآن لا تزال تشتري النفط من الجمهورية الإسلامية، لكن هناك دولتين أساسيتين تلعب دورا مهما في هذا الواقع هي الصين وروسيا. وهناك تحالف على فكرة دولي بين إيران والصين وروسيا، وهناك مناورات عسكرية مشتركة تعقد في كل فترة زمنية معينة تحددها تلك الدول، وهذا التحالف هو من أجل مواجهة الغطرسة الأمريكية في المنطقة، ونجح هذا التحالف لحد كبير بمواجهة الغطرسة وبإسقاط المشاريع الأمريكية التآمرية والإرهابية الداعشية الوهابية التكفيرية على المنطقة. لذلك اليوم لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تفعل أو تحقق مناهة مع الصين أو مع روسيا أو حتى مع الجمهورية الإسلامية، لأن اليوم على كافة الصعد والاتجاهات الخاسر الأكبر نعم. هل برأيك يعني نعم في ظل هذه الرؤية سيد فادي التي أتيت عليها، العلاقات ما بين الصين وإيران هل ترتقي فعليا لمستوى التحالف؟ وصلت لهذه النقطة؟ حتما وصلت إلى هذه النقطة، وعقدوا اتفاقية على مدى 25 عام بمئات الملايين من الدولارات، وهذا ما أدى إلى يعني أغضب الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير، وحاولت بشتى السبل إجهاض هذه الاتفاقية لكنها فشلت. وكذلك الأمر هناك اتفاقيات مع روسيا بهذا الاتجاه. يعني اليوم الحباقة الأمريكية هي التي تدفع بالصين لأن تتوسع في العالم، بالوقت نفسه تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تحد من قدرات الصين ومن توسعها الاقتصادي نعم. بالعالم. لكن السياسة الخاطئة الأمريكية تجاه الصين هي تدفع بهذه الدولة إلى أن تتمدد في العالم. وأيضا بالنسبة إلى إيران، تحارب إيران بكافة السبل والوسائل
للحد من النفوذ الإيراني، ولكن بالأسف نجد السياسة الخاطئة أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية. نجد النفوذ الإيراني في العالم وصل إلى فنزويلا، إلى عقر دار الولايات المتحدة الأمريكية. يعني اليوم أنا باعتقادي السياسة الخاطئة الأمريكية تجاه إيران وتجاه دول العالم، وخاصة روسيا والصين وإيران والشمالية والكثير من الدول الأخرى، هي من تدفع بهذه الدول لأن تستفيد من ظروف الضغط الأمريكي ومن السياسة الخاطئة الأمريكية لتحقق ما تريده في العالم. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد فادي السيد لنناقش بعد الفاصل مستقبل المفاوضات النووية على محك خلافات طهران مع الوكالة الذرية. أهلا بكم من جديد إلى الجزء الثاني من الحدث الإيراني، نسلط فيه الضوء على تجدد الخلافات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونبحث عن تداعيات ذلك على المفاوضات حول الملف النووي الإيراني مع الدول الكبرى. إذن تجددت الخلافات من جديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد منع طهران موظفي الوكالة من دخول ورشة لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في كرج قرب طهران، وأكدت الوكالة منع موظفيها من دخول الموقع النووي الإيراني خلافا الاتفاق مع إيران في منتصف شهر سبتمبر الماضي، ورفض طهران وضع كاميرات المراقبة في الموقع. وشكك سفير إيران في فيينا كاظم غريب أبادي بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال إنه يتجاوز التفاهمات الواردة في البيان المشترك. ودخلت الولايات المتحدة على خط الأزمة ودعت إيران لمنح الوكالة الدولية من حق الوصول إلى مواقعها النووية، هذا وحذرت من تداعياتها على مفاوضات فيينا حول النووي. وحذر أيضا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين من استمرار محاولات إيران من تطوير قدراتها النووية، مؤكدا حرص بلاده على العودة لجلسات الحوار في فيينا. وكانت طهران أعلنت عن قرب العودة إلى المفاوضات في فيينا حول برنامجها النووي، ودعت واشنطن إلى رفع العقوبات، لكن طهران لم تعلن عن تاريخ لعودة المفاوضات. ويرى مراقبون أن طهران وواشنطن تسعيان عبر المماطلة إلى تحسين شروطهما في الجولة المقبلة في فيينا. التفاصيل مع أيوب الريمي. متى العودة؟ سؤال الغرب لطهران الذي تتمنع عن الرد عليه بجواب واضح وتكتفي بعبارة غائمة: قريبا جدا. يقول وزير خارجية إيران رداً على استفسارات الإعلام الأمريكي، ويربط الجلوس لطاولة المفاوضات من جديد بوضع رؤية شاملة تضمن العودة لاتفاق 2015. تبعث إيران إشارات مفادها الرغبة في العودة للمفاوضات، لكن طريقة هذه العودة تبقى غير واضحة، على الأقل فيما هو معلن من مواقف، وتتريث قدر المستطاع. علها تظفر من الأمريكيين بأي خطوة حسن نية قبل العودة للطاولة السويسرية للتفاوض. ويتعقد المشهد أكثر عندما ترد واشنطن بالمثل. هي الأخرى تبدي استعدادها للتفاوض لكن دون شروط مسبقة، بل تفرض عقوبات جديدة. وبينهما يقف الوسيط الأوروبي محذراً تارة من تضيع الفرصة وحائراً تارة أخرى وقد أسقط في يده، فلهو بقدر على منح إيران أي ضمانات دون موافقة أمريكية، ولا يستطيع أن يفرض إيقاعاً أسرع على الأمريكيين. أما وكالة الطاقة الذرية فعادت لتشاؤمها بعد بصيص أمل فتحته زيارة مدير الوكالة لطهران أثمرت عودة كاميرات المراقبة لبعض المواقع النووية. نفس الكاميرات منعت من مواقع نووية حساسة من بينها منشأة في مدينة كرج سبق وتعرضت لهجوم مجهول المصدر. تبرر إيران رفض تشغيل كاميرات المراقبة في هذا الموقع بكونها تضررت جراء الهجوم، ما يزيد من شك وريبة وكالة الطاقة الذرية ومعها الغرب. ما الذي تخفيه إيران؟ وهل حقا ترفع بشكل سري من درجة تخصيب اليورانيوم؟
ومن وجهة نظر إيرانية يمنحهم الوقت تقدماً في برنامج النووي وقدرة على الضغط أكثر على الغرب وواشنطن بعد استنفاد كل أشكال العقوبات الممكنة أمام إدارة أمريكية تقول إن نهجها الوحيد لحل الأزمات هي الدبلوماسية، ولعل الملف الإيراني سيكون أكبر اختبار للعقيدة الأمريكية الجديدة. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيوفي هنا في الاستديو، الدكتور سعد جواد أستاذ العلوم السياسية في جامعة لندن. أرحب بضيفي أيضاً الدكتور أحمد عجاج الكاتب والمحلل السياسي، وأرحب بضيفي مجدداً السيد فادي السيد الذي كان معنا قبل الفاصل. أهلاً بكم ضيوفاً على هذه الحلقة. أبدأ معك دكتور سعد جواد، ما طبيعة الأزمة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ الأزمة في ظاهرها هو اختلاف على نصب كاميرات مراقبة في أحد المواقع التي تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الطاقة الدولية أنه يسرع في إنتاج ما يستلزم لإنتاج السلاح النووي، هذا الظاهر، لكن في حقيقتها هي غير ذلك. إيران الآن تجاوزت مشكلة المراقبة والعقوبات ونجحت في أن يعني تصل إلى خطوات متقدمة في هذا البرنامج النووي رغم كل العقوبات العقيمة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، والآن هي في بصدد إجبار الولايات المتحدة على القبول وبوجهة نظرها وليس العكس، يعني ليس الولايات المتحدة هي من ينجح. فريق التفاوض تغير، نصب الكاميرات مرفوض، الحالة المادية يبدو أنه إيران قد تجاوزت مشكلتها وبدأت تصير عندها موارد مادية طبعا بوجود العراق، وهذا أهم شيء، والأهم من ذلك حكومة متطرفة أو حكومة رافضة لمبدأ التفاوض عكس الحكومة السابقة، وكل هذا نتيجة للخروج من الاتفاق النووي الذي خطط أو اتبعه ترامب بين قوسين، أعتقد كان قرار غير سليم. والحقيقة أيضا الآن هو يعني هاي هي المسألة الأساسية، إنه إيران تشعر إنه بمقدورها أن تفعل ما تشاء لأن لا يوجد أي شيء ممكن أن يضغط عليها أكثر مما ضغط عليها في السابق. الآن هي في حرية في التصرف وحرية بأن تفعل ما تشاء وبالنتيجة الأطراف الأخرى، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تقول صراحة أنه إحنا من خدعنا بالتصرفات الإيرانية وليس إحنا من أجبرنا إيران على أن تسير وفق منهجنا، خدعنا من قبل الإيرانيين، والإيرانيين يبدو أنهم لا يريدون أن يعودون للبرنامج النووي للاتفاق النووي ما بين اللي كان موقع قبل في عام 2015. طيب دكتور عجاج، لماذا ترفض إيران السماح للمفتشين بدخول بعض منشآتها النووية حسب رواية طبعا مفتشي الوكالة؟ يعني إيران هي لم ترفض، هي تقول أنه قبل أن يدخلوا إلى هذا المرفق الذي كما تفضل زميلي بأنه يصنع يعني معدات تساعد أجهزة الطرد على تسريع عملية التخصيب، يجب أن يدينوا الضربات الإسرائيلية التي استهدفت هذا الموقع، وما لم تدينها الدول الموقعة على الاتفاق لا يمكن أن يدخلوا عليه. يعني إيران أنا أعتقد يعني تعتمد سياسة جديدة الآن، وهي تأخير المفاوضات قدر ما أمكن لتصل إلى العتبة النووية اللي بيسموها threshold، والعتبة النووية يعني هناك إجماع على أنها وصلتها، والعتبة النووية بمعنى أنها إذا وصلتها ستقول أنا لن أصنع سلاح نووي، لأنها تستطيع تصنعه بعد ذلك بمدة شهر واحد مثل اليابان. اليابان هي على العتبة النووية تكون المواد، لكن ليس عندها سلاح نووي، لكنها قادرة على تصنيع سلاح خلال قدرة المواد. نعم. وهنا الإشكالية الآن أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني تجد صعوبة في كيفية مواجهة الواقع الإيراني. هي من جهة تريد حل هذه الأزمة عن طريق العودة إلى التفاوض، لكنها تدرك أن التفاوض بالطريقة التي تسير عليه لن يؤدي إلى شيء، وإذا ما أعادت إلى سياسة العقوبات القصوى كذلك لم تؤدي إلى شيء، وطالما الإدارة الأمريكية لا تفكر في استخدام القوة
فأن إيران يعني هي في موقع جيد الآن يسمح لها أن تفعل ما تشاء ضمن سياسة يعني ذكية أعتبرها. هي لا تقول أنا أريد أن أخالف الشروط، ولا تقول أنا ضد التفاوض، هي تقول أنا مع التفاوض ولكن لدي بعض الشروط. هنا مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تريد أن تكرس الجهد الكافي لمعالجة هذه الأزمة، وتريد أن تحل الأزمة بطريقة كيف مشاء لكي تتفرغ إلى قضايا أهم أولويات أكبر لديها وهي تتعلق في الصين. هي هنا الإشكالية، وإيران تفهم السياسة جيدا وتستفيد من هذا الضعف وهذا التناقض وهذا الرغبة الأمريكية. نعم يعني تفضل ملاحظة واحدة بس حتى أضيف للأخ عجاج. المشكلة الأساسية، المطلب الأساسي الإيراني هو لن نعود إلى المفاوضات أو لن نقبل بأي إملاءات إلا إذا رفع الحصار أو العقوبات عن إيران. يعني هم الآن هم الذين يقولون هذا، مو أمريكا تقول إحنا فارضين عليكم العقوبات كي تلتزموا، هم يقولون لا لن نلتزم بدون رفع العقوبات. طيب سيد فادي، يعني طبيعة الأزمة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حسب تصريحات الوكالة الدولية إيران منعت المفتشين من دخول إحدى المرافق، ما سبب المنع الإيراني حسب هذه التصريحات من قبل الوكالة؟ أولاً كانت هي طبعاً ثانياً الجمهوريات وفق وفقهم لعدة أسابيع أو لعدة أيام هذا الاتفاق. ليش؟ لأن الجمهورية الإسلامية بنهاية المطاف ترفض أيضاً تمديد الاتفاق مع الوكالة الدولية بسبب السياسة أيضا التي لا تلتزم بها الوكالة الدولية تجاه الملف النووي الإيراني، وإيران شديدة الحرص بأن لا يسيس هذا الملف ويبقى وفق المفاهيم التقنية التي يجب على الوكالة أن تلتزم بها. فعندما يأتي مدير الوكالة إلى إيران و يتحدث ويصل إلى التفاهم مع الجمهورية الإسلامية وبعد أيام من ذهابه يحول أو يستغل هذا الموضوع بتصفيات سياسية لحساب الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة. الجمهورية الإسلامية هون لا تستطيع أو لا ترضى بأن تبقى وفق هذا الاتفاق الذي ونحته للوكالة الدولية. ثالثاً، أنه عندما نتحدث عن التفاهم مع الوكالة والتفاهم تقني، يعني هناك مخازن للكاميرات امتلأت وكان على الوكالة أن تجري صيانة لكاميرات المراقبة وأيضا للمخازن، وأكثر من ذلك لا يحق للوكالة أن تطالب به. وبالتفاهم أيضا مركز تصنيع تيسا الموجود بكرج في طهران هو خارج هذا الاتفاق والتفاهم. والنقطة الرابعة، الجمهورية الإسلامية أوضحت للوكالة بأن هذا المركز هو لا يزال قيد التحقيق القضائي لتشخيص ولمعرفة ماهية العدوان الإسرائيلي على هذا المركز، وطلبت من الوكالة بالحد الأدنى إذا كنت تعترفين بالملف النووي الإيراني يجب عليك أن تدين الإرهاب الذي تعرض له. الوكالة رفضت هذا الموضوع، فكيف للجمهورية الإسلامية أن ترضى بتعامل مع وكالة هي بالحد الأدنى تتعامل مع الجمهورية الإسلامية بسياسة يعني المزدوجة، بسياسة المعايير المزدوجة؟ تارة هي مع الملف النووي الإيراني وتتفاهم مع الجمهورية الإسلامية، وعندما تتعرض الجمهورية الإسلامية لأي عدوان من قبل الاحتلال الإسرائيلي لا تجرؤ على الإدانة، لأن الوكالة لا تستطيع ولا تجرؤ بسبب الضغوطات الأمريكية وبسبب الترهيب الأمريكي الذي تمارسه على هذه الوكالة. والدليل على ذلك التصريحات الأخيرة للوكالة، فكان على طهران أن تدعو الوكالة إلى الالتزام، ووضعت النقاط الحقيقية للكلام بأنها يجب الالتزام بالاتفاق البناء والصحيح. بهذه العبارات تحدثت مع الوكالة أنه أنت عليك دور، يجب أن تلعب هذا الدور وتمارسيه، ولا يحق لك أن تتجاوزي هذا الموضوع ليتخطى الموضوع السياسي، لا يحق لك أن تتعاطي بالسياسة. أنت يعني دورك هو مراقبة
والتعاطي بتقضية مع الملف النووي الإيراني، فتريد الوكالة أن تتخذ هذا الدور وتلعب دورا آخر تدفعه الولايات المتحدة الأمريكية، فهذا لن يمر على الجمهورية. طيب دكتور سعد جواد، يعني في إطار أو عطفا على ما تحدث حوله السيد فادي، العلاقة ما بين إيران والوكالة الدولية، هل هي مجرد علاقة تقنية فنية أم أن الوكالة فعلا تتجاوز هذا الدور لدور سياسي يساند الولايات المتحدة؟ يعني شوفي، هذه التجربة احنا مرينا بها بالعراق وكانت تجربة قاسية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكل الوكالات الدولية تقول أن العراق خالي من أسلحة الدمار الشامل، في غرف مغلقة، لكن لما يصير الحديث عن بيان سنوي عن نشاط هذه نشاط هذه الوكالات يقدم للأمم المتحدة يكون تقديم البيان مختلف تماما، يرفضون أو لا يقولون بصراحة أن العراق خالي من أسلحة من الأسلحة يعني المدمرة أو أسلحة الدمار الشامل أو الأسلحة النووية أو البرامج النووية. ليش؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقول لا ترضى بذلك، وهذا طبعا صرحوا به هم رؤساء المفتشين في 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 الآن حتى ليش؟ حتى لما تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية قرار بضرب العراق ها يكون هنالك نوع من الدعم من هذه الوكالات إنه العراق ما دا يلتزم، وهذه إحنا المفتشين يقولون لنا أن العراق ليس خال تماما ولكن مستمر الأنشطة. نفس الشيء الآن في الولايات في إيران، المشكلة هي ليست بين الوكالة وإيران، لأن الوكالة كانت تقول بتقارير مستمرة. أنا طبعا أنا أعلم جيدا أو كل الناس تعلم أنه إيران تحاول أن تلتف على هذه المسائل بإنشاء منشآت أخرى وبقيام أعمال أخرى، لكن الظاهر أن الوكالات كانت راضية عن التقدم والمراقبة وفي ظل الاتفاق النووي السابق. إجا السيد ترامب ألغى هذا الشيء وألغى أنا اعتقادي بغباء. ليش؟ لأن هو كره أي اتفاق يوقع اللي أوباما. أوباما يريد يوقع شيء اسمه ترامب ديل نوت أوباما ديل، هذا هي الفكرة الأساسية وهذا قالوها صراحة يعني ده. فهو أراد فد نوع من الديل الجديد، لكن شنو هذا الديل؟ ربما لن يختم، بحيث كان يظهر على التلفزيون I'm waiting for a phone call from the Iranian and we will reach a deal if they call me we'll reach a deal. شنو call me؟ أنت أكو ديل موجود لو تقبل بي لو تغير إلى ناحية أخرى، فرض عقوبات جديدة، والآن الولايات المتحدة الأمريكية في ورطة، ترفع العقوبات إيران مشت خطوات بعيدة، تبقي العقوبات هم غير قادرين على ضبط إيران. نعم. فهذا هو المأزق، المأزق قصدي ليس بين الوكالة وإيران، المأزق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والوكالة التابعة إلى الولايات المتحدة. طيب دكتور عجاج، يعني أجمعت أنت والدكتور سعد جواد بأن ما يقلق الغرب أن إيران على العتبة النووية، هل هناك مخاوف حقيقية من أن إيران ترفع من تخصيب اليورانيوم بشكل سري؟ طبعا يعني هني كل التقارير تشير يعني أنه هي على مسافة شهر أو شهرين، يعني مسألة أصبحت يعني طبيعية جدا، وهذه تتوافق مع سياسة إيران، لأنه إيران كما قلت لا تريد أن تصنع هذا السلاح. يعني المرشد قال أنه نحن لا نريد أن نصنع أسلحة نووية، وهذه فتوى أصدرها الإمام الخميني الراحل، وبذلك الوصول إلى العتبة النووية هدف استراتيجي إيراني، بمعنى أنه تجعل الجميع يحبس أنفاسه، وأن إيران بوسعها أن يعني أن تصنع هذه القنبلة وترد أي عدوان. أنا برأيي الإشكالية الكبرى التي يواجهها يعني الرئيس بايدن الآن أنه هو لا يعطي الموضوع الإيراني الأهمية التي يعني تتطلبها القضية، لأنه إذا فصلت إيران العتبة النووية واستطاعت أن تحوز على هذه السلاح بهذا الشكل وأصبح أمرا معروفا، فلا شيء يمنع تركيا من أن تحصل على الأسلحة النووية، لأنه ممكن، لأنه يعني تركيا متقدمة، وإذا حصلت تركيا فالسعودية تقول أنها تريد أن تحصل على ذلك. إذن الأسلحة النووية انتشرت في منطقة الشرق الأوسط، وهذا يعرض ليس فقط مصالح أمريكا، مصالح العالم كله الخطر، لأنها منطقة نزاع. إذن القضية تتطلب من الولايات المتحدة الأمريكية تفكيرا جديدا لمعالجة الأمر،
وطالما أن هذه الإدارة تستبعد القوة العسكرية لأنها تأتي على يعني في أعقاب نكسات أمريكية عسكرية كثيرة في صحيح. المنطقة ولا تريد أن تعيد التجربة مرة أخرى، وطالما أن هذه المعادلة العسكرية غير غائبة وليست جدية، فأنا أعتقد أن هناك ورطة للولايات المتحدة الأمريكية، هي تريد أن تحصل على اتفاق يمنع هذا الانتشار النووي، لكنها بالوسائل والقدرات والإمكانيات التي تملكها عاجزة عن ذلك، والسبب في ذلك عدم إعطاء الوقت، والثاني عدم الرغبة في أعمال عسكرية، والثالثة اهتمامها في الصين، وهذا كله يجعلها في وضع صعب جدا. حتى لو استطاعت أن تحشد الرأي الدولي، لا يمكن أن تحشد الرأي الدولي، لأن النظام السياسي العالمي تغير الآن، لم يعد يعني نظاما ثنائيا كما كان يعني قبل انهيار الاتحاد السوفيتي، ولا نظام القطب الواحد كما كان بعد حرب الخليج. هناك قوى متعددة الآن، عندك الصين، عندك روسيا، عندك الهند، عندك أمريكا، والدول الإقليمية مثل إيران أو تركيا والمملكة تستطيع أن تعقد تحالفات تحميها من أي يعني قرار دولي مثل ما تعرض له العراق. لذلك أعتقد الوضع صعب بالنسبة لرؤية الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك صعب بالنسبة إلى إيران، لأن عودة العقوبات ليس شيء سهلا يعني على إيران، لأنه بالنهاية يعني إذا إيران قالت أنا سأتابع سيفرض العقوبات وتصبح الحياة صعبة عليها جدا. نعم. طيب سيد فادي، يعني هناك إشارات إيجابية وتصريحات من مسؤولين إيرانيين بأن العودة لفيينا ستكون خلال الأسابيع المقبلة، لكن لم يتم تحديد موعد لذلك. هل الأمور تتجه فعلا نحو العودة لهذه المفاوضات قريبا؟ أنا أستبعد هذا الموضوع، لأن اليوم السيد إبراهيم الرئيس حدد خطوط للتعامل المباحثات في فيينا، لأنه هو يريد أن يعني هناك للأسف حماقة بالسياسة الأمريكية بأي معنى، مثل ما تحدثوا ضيوفي أنه هناك خشية من وصول إيران إلى عتبة أنه تصنع قنبلة نووية. طيب ما أنت عندك فرصة للولايات المتحدة الأمريكية أنك تأخري هذا الموضوع لأشهر على صعيد المثال، والشيء يضرب بالمثل يضرب ولا يقاس، بانه فيك انت تاخري وترفع العقوبات على الشعب الايراني وتقولي تفضلوا على المباحثات وتطالب ايران، وهون روسيا والصين تقف مع الولايات المتحده الامريكيه بان تلتزم ببنود الاتفاق النووي الايراني، وتعود الولايات المتحده الامريكيه الى الاتفاق النووي الايراني، ويجري مباحثات مباشره بين امريكا وما بين الجمهوريه الاسلاميه. لكن السياسه الخاطئه والحمقاء للولايات المتحده الامريكيه هي تدفع بإيران حتى ترفع نسبة التقصير حتى إلى نسبة 90%، وإيران يعني ضيوفك عم بيقولوا في تقارير، لا إيران عم بتقول بجهارا نهارا أنه إذا يعني طال أمد هذا الموضوع هي ستضطر أن ترفع النسبة إلى 90%. طيب أنتم عرفانين الحد الأقصى للجمهورية الإسلامية، خففوا الوطأة وتعاملوا مع الجمهورية الإسلامية وفق المعايير الحقيقية، والسيد إبراهيم الرئيسي لا يفرض شروطا، إنما عم يقول أنا ما بقدر أتعامل بسياسة العصا والجزرة التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران، لا يمكن التفاوض تحت الضغط مع إيران. إذا تريد تفاوض ودولة مقابل دولة على ملف النووي الإيراني، إيران هي جاهزة لهذا الموضوع، لكن ليس تحت الضغط الأمريكي وليس تحت العقوبات، وهذا حق للشعب الإيراني وللقيادة الإيرانية أن تطالب به. النقطة الثانية، عندما نتحدث أنه خشية من وصول إيران للسلاح النووي العسكري على صعيد المثال، وهذا ليس بصحيح بإيران، طيب ليش ما بيروح يحاسبوا الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة اللي عنده أكثر من 200 رأس نووي عسكري بفلسطين المحتلة، وهو يعتبر أكبر خطر على الأمة العربية والإسلامية، ليش ما بيطلع الصوت هونيكي؟ كل الحكي على إيران 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 إيران، يا أخي إيران بعد ما وصلت للقنبلة النووية بس الاحتلال الإسرائيلي معه إياها. وبعدين مين ارتكب مجازر في العالم؟ ألم تكن الولايات المتحدة الأمريكية من أطلقت قنبلة نووية على اليابان وارتكبت مجزرة إلى الآن لا تزال لعنة تلاحق الولايات المتحدة الأمريكية؟ ألم ترتكب هي هذه المجزرة؟ إيران لم ترتكب هذه المجازر. طيب. لا يقول الولايات المتحدة الأمريكية أن تحاسب إيران على شيء لم تفعله ولن تفعله،
وباعتراف من قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي عندما أكد على تحريم امتلاك إيران للسلاح النووي الإيراني. نعم، سأعود لك سيد فادي، سأعود لك دكتور سعد، يعني كيف تفهم هذه المماطلة؟ هل هي حقيقة مماطلة من قبل إيران أم مماطلة من قبل الولايات المتحدة؟ لا لا لا، موضوع المفاوضات. إيران الآن بعد كل هاي السنين العجاف واستطاعت أن تخرج أو توجد لنفسها مخارج من هذه العقوبة، كل هذه الضغوطات، كل هذه الضغوطات، والآن هي تشعر نعم أكو مشكلة اقتصادية كبيرة، أكو شحاف الأموال العامة، لكن هنالك منافذ ليصير لإيران دا تستحصل منها موارد كثيرة، منها مع الصين، منها مع الآن حتى مع لبنان راح تدفع بالليرة اللبنانية حتى ونهار، يعني أكو منافذ. بعدين العراق مورد كبير لإيران يعني يستنفذه. المشكلة احنا تحدثنا عن مشكلة الطاقة الوكالة وإيران، قلنا هي أمريكا. الآن مشكلة أمريكا مع إيران، مع إيران هي مشكلة إسرائيل، هي إسرائيل التي تدفع باتجاه الضغط على إيران. يعني الآن إسرائيل تريد من الولايات المتحدة الأمريكية أن توافقها على شن ضربة جوية على المنشآت الإيرانية، وليس التفاوض، هي هاي المشكلة الأساسية. يعني دور إسرائيل الآن هو الدور الأهم، والرغبة الإيرانية هي التي الإسرائيلية هي التي تحاول أن تفرض نفسها على السياسة الأمريكية والسياسة في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط. مثل ما قال أستاذ عجاج إنه هذه المشكلة الآن بالولايات المتحدة اختلفت عما كانت عليه في العراق. ليش؟ لأن أمريكا كانت مركزة على العراق وعلى منطقة الشرق الأوسط. الآن تركيز أمريكا ذهب إلى جنوب شرق آسيا، إلى الصين، إلى هذا الخطر، إلى روسيا. هذا الخطر الأكبر بالنسبة لها الآن. هذا دا يطلع من يعني الآن البارحة الاستعراض العسكري أو أول بارحة اللي عملته الصين لسلاحها الجوي وسلاحها العسكري مرهب رهيب، يعني يتفوق حتى في بعض المجالات على السلاح الأمريكي، وهذا تهديد مباشر للولايات المتحدة الأمريكية. ولهذا هي اهتمامها هناك، لهذا لجأت إلى أن تنازل عن أفغانستان وعن هاي المشاكل. لكن الولايات المتحدة بسبب الضغط الصهيوني واللوب الصهيوني مجبرة أن تسير في اتجاه هي غير راغبة فيه. طب هل توافق ذلك دكتور عجاج؟ يعني إسرائيل إلى أي مدى تلعب هذا الدور وحالة المماطلة هذه بعدم حلحلة المفاوضات؟ يعني المماطلة هي سياسة استراتيجية تتبعها إيران، يعني هي مقصودة. يعني إيران تقول أنا سأعود للتفاوض ولا أرفض التفاوض، لكن نحن نريد وقت لأن حكومة جديدة، لأننا نستعد، لأن لدينا نشكل الفريق. هم لا يرفضون التفاوض، وهذا تكتيك يعني جيد. وعد تشكيل الفريق المفاوض. نعم، لأن الاستراتيجية عندهم هي التأخير قدر ما أمكن حتى يصلوا إلى هذه العتبة النووية، وتشعر أمريكا أنهم أصبحوا على العتبة النووية، وبالتالي يعني المسألة تحتاج إلى نوع آخر من التفاوض. والمسألة الثانية المختلفين عليها كما قال الأخ فادي، أنه لماذا لا يعودون إلى الاتفاق؟ الأمريكان يقولون أنه الاتفاق لم يعد صالحاً، الاتفاق السابق، لأن إيران عندما خرجت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق خالفت كل شروط الاتفاق وزادت التخصيب، وأصبح من المتعذر جداً القبول بالاتفاق بالصورة التي عقدها أوباما. لابد من إجراء تغييرات عليه. إيران هنا تقبل بهذا الأسلوب، لكن شروطه يعني شرط توفر بعض الشروط وضعتها، خاصة يعني الحكومة التي سبقت رئيسي. الحكومة رئيسي الآن تقول أنا لا أعترف بكل هذا الكلام ومستمرة في المماطلة للوصول أنا كما أعتقد إلى العتبة. كما قلت لك، إسرائيل تعتبر أنه أي دولة تملك السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط تهديد خطير لأمنها. لماذا؟ لأن هذا السلاح هو سلاح اللحظة الأخيرة. يعني إسرائيل عندما تصبح أنها معرضة لهجوم ووجودها ككيان سينتهي، لديها سلاح يستطيع أن يغير يعني ميزان المعركة. هذا السلاح إذا وجد بأيدي دول أخرى وهي في حرب معهم، فأصبح هذا السلاح معطلا كما كان أيام الاتحاد السوفيتي. يعني إذا اشتبكوا مع بعضهم يسموه التدمير المتبادل، فلذلك أصبح غير يعني صالح. لذلك هي تعمل قدر الأمكان على منع هذا التطور من خلال العمل الحثيث الآن. يعني ما يميز الآن الحكومة الإسرائيلية عن الحكومة السابقة أن نتنياهو كان متشددا جدا،
لكنه حسب التقارير وحسب المعلومات لم يضع خطة لضرب المنشآت الإيرانية، يعني لم يضع خطة متكاملة. وترامب كان لا يريد أن يستخدم السلاح ضد إيران، ونحن نعرف عندما يعني أمر الطائرات بأن تضرب إيران وبعدها غير رأيه وأمرها بالعودة، لأنه لا يريد الانخراط في حروب الشرق الأوسط. ترامب يعني الذي كان الأكثر نعم حماسة، لذلك الآن الأمر أنا أعتقد متغير. يعني إذا الإيران برأيي الشخصي لم تسارع إلى لملمة هذا الأمر بطريقة ما، فإن الأمور آخذة في يعني التصاعد لدرجة أن احتمال المواجهة قد يصبح ممكنا، لأنه لا يمكن أيضا للولايات المتحدة الأمريكية ولا لإسرائيل أن ترضى بإيران أن تحصل على هذا السلاح، لأنه سيغير الكثير الكثير من قواعد اللعبة في منطقة الشرق الأوسط. طيب يعني سيد فادي، هل من استراتيجية إيران الواضحة المواطنة في موضوع المفاوضات؟ لن أريد أن أعقب عضايتي باستديو بأن بموضوع أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا إيران لم تلملم هذا الموضوع، الولايات المتحدة الأمريكية قد تقدم على أي خطوة. أنا أطمئنكم وبقولكم أن الولايات المتحدة الأمريكية آفلة من المنطقة، ولم يعد باستطاعة الولايات المتحدة الأمريكية أن تفعل أي ضربة عسكرية لإيران ولا لغير إيران. الولايات المتحدة الأمريكية بأضعف أوقاتها، ولا يمكن لها بعد اليوم أن تفعل أي شيء، هي ذاهبة وآفلة. والتحالف الدولي اليوم المعقود بين إيران والصين، وأيضا باعتراف ضيفك بأنه المناورة التي عقدتها الصين تجاوزت ببعض الأماكن القدرات الأمريكية، نعم تجاوزت ولم تظهر كل قدراتها الصين بهذه المناورة، وأيضا روسيا لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية تواجه هذا الحلف أو هذا التحالف، لأن هذا التحالف هو عسكري واقتصادي وسياسي ودبلوماسي حتى. وهذا المسلك نراه في المجتمع الدولي وعلى أرض الواقع عسكريا، وأيضا بالنسبة إلى على كافة الصعد والاتجاهات. الجمهورية الإسلامية لا يوجد بسياساتها حب المماطلة، والجمهورية الإسلامية هي تتحمل المسؤولية وتعمل وتدفع باتجاه أن جميع الأطراف هم من يجب عليهم أن يتحملوا المسؤولية. الدليل على ذلك أنه منذ خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني، ما هو السبب؟ جاء ترامب إدارة جديدة نكست العهود وقالت بأن هذا الملف هو ناقص ويجب أن نضيف إليه أمور أخرى. ما هي الأمور؟ أن يضيف إليه المشاكل الاقتصادية والأزمات في المنطقة، ويفتح بازار مع الجمهورية الإسلامية تجاه اليمن وسوريا والعراق ولبنان والكثير من الدول، ويحل مسألة فلسطين على حساب الملف النووي الإيراني مع الاحتلال الإسرائيلي. ثالثا، يريد أيضا أن يضم بعض الدول إلى الاتفاق النووي الإيراني ومنها السعودية. طيب شو قلها عليها السعودية بالملف النووي الإيراني؟ وهل هي لديها علاقة بمجلس الأمن الدولي ليقحمها ويقحم الاحتلال الإسرائيلي بالملف النووي الإيراني؟ كان الرد من قبل الجمهورية الإسلامية رفض هذا الموضوع، ولا يمكن أن تقبل بهذا الشيء. يعني المذنب الوحيد والذي هو من يعني عكر صفوة هذا الاتفاق وصفوة عدم احترام قرارات مجلس الأمن الدولي هو الولايات المتحدة الأمريكية. طيب دعني أنتقل للدكتور سعد. سيد فادي، دكتور سعد، هل يمكن أن تستمر أو يستمر الوضع على هذه الحالة، اتفاق لا اتفاق، يعني حالة حرب حالة سلم؟ يعني مع احترامي للسيد فادي، المماطلة والمناورة هذه ليس عيبا، هذا كان يعني هم نجحوا بهذه الأساليب أن يحققوا ما يريدونه. لماذا يعني هو انزعج من هذه الكلمة؟ يعني أنا أعتقد هذا ذكاء من الساسة الإيرانيين باتباع هذا الأسلوب، المماطلة والمناورة، لأنما شفوا الطرف الآخر أضعف من أن يفرض عليهم شيء ما، استطاعوا أن يحققوا هذا الشيء، وهذا ليس عيبا في السياسة. يعني صحيح. بالعراق المشكلة الأساسية اللي إحنا كنا نعاني بها من نظام صدام حسين، أنه دائما المواجهة والدفع بالمواجهة والدفع إلى المواجهة ومع كل الأطراف، وبالنتيجة تعرضنا لهذا ما تعرضنا عليه. بالعكس، أنا أعتقد الذكاء الإيراني في هذا المجال يعني شيء إيجابي بالنسبة لنا. بعدين الاعتقاد أن الولايات المتحدة الأمريكية انتهت وأفلت وستخرج من المنطقة، هذا أيضا فد نوع من يعني التسرع في الحكم على. أنا أعتقد نعم الولايات المتحدة في حالة ضعيفة، الولايات المتحدة الآن ممكن أن
تفكر في 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 مخاطر أخرى كما قلنا، لكن وجودها مستمر في المنطقة. الآن وجودها في سوريا مستمر، الآن وجودها في العراق مستمر، في إسرائيل مستمر، في مصر مستمر، في أثيوبيا مستمر، وفي الخليج مستمر. يعني ما راح تجي وتترك كل شيء وتقول أنا تركت هذه المنطقة لن أهتم بها بوجود إسرائيل، وإلا معناها يعني إسرائيل تنتهي. هذا معناها يعني هي تقول أقضوا على إسرائيل، أنا غير مهتمة بهذا الشيء، وهذا هي لن تفعله في هذه المسألة. أنا أعتقد الآن المماطلة والمناورة ستستمر، وبتقديري المتواضع أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية هي من سيقبل بفكرة رفع الحصار، ربما ليس كاملا للعقوبات، لكن رفع بعض العقوبات في سبيل جلب إيران إلى طاولة المفاوضات. طيب برأيك دكتور أحمد عجاج، ما الذي سيكسر هذا الجمود أو هذه المماطلة من كلا الطرفين؟ يعني أنا أعتقد يعني أنه إيران تدرك تماما أنها يعني في مواجهة خصم قوي جدا، وفي مواجهة خصم قد يعرضها إلى الكثير من المخاطر، يعني في حال تمت المواجهة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني لن تنسحب من منطقة الشرق الأوسط، إنما هي غير يعني معنية الآن بالتركيز الكثير عليه وليس الانسحاب، لأن منطقة الشرق الأوسط منطقة استراتيجية كبرى، انسحبت منها تأتي دولة أخرى وتحل مكانها، لأنه في السياسة أو الطبيعة لا تقبل الفراغ، يعني تأتي الصين والصين تحتاج إلى الطاقة، ومنطقة الشرق الأوسط مليئة بالطاقة، إذن لا تنسحب. وكذلك أعقب على ما قاله الدكتور سعد والزميل فادي بأن الولايات المتحدة دائما نسمع يعني نغمة أنها آفلة وأنها انتهت وأنها انكسرت. يعني الولايات المتحدة تعرضت لصدمات كثيرة، خذي مثلا فيتنام يعني كانت صدمة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية، مثلها الكثير من الجنود بالآلاف يعني، ومع ذلك عادت من جديد وفرضت قوتها وهزمت الاتحاد السوفيتي، وهزمت الاتحاد السوفيتي. وفيتنام اليوم أكبر دولة تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية وليس مع الصين وليس مع روسيا. إذن المشكلة في السياسي أنه يجب أن لا نطلق أحكام في لحظة معينة، يجب أن نفهم المساقات الكبرى. إيران تدرك تماما أن المواجهة مع أمريكا سيعرضها إلى مخاطر أكثر من المنافع، لذلك ستتجنب هذه المواجهة وستبدي تنازلات، ولا ستسمح لها الولايات المتحدة بأن تحفظ بشيء من ماء الوجه لكي تستطيع أن تعقد صفقة تعود في النهاية لمصلحة إيران ولمصلحة أمريكا، وإلا إذا لم يحدث ذلك فإن المواجهة واقعة على محالها. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد عجاج الكاتب والمحلل السياسي. أشكرك جزيل الشكر دكتور سعد جواد أستاذ العلوم السياسية في جامعة لندن. أشكر ضيفي أيضا السيد فادي السيد رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والاستراتيجية من طهران. وفي النهاية يمكنكم متابعة قناة الحوار على اليوتيوب وعبر منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. نهاية الحدث الإيراني، إلى اللقاء.